المركز يعني بنفذ هذا النشاط منذ عام 97 اللي هو يوم العالمي للأمم المتحدة لمناصرة ضحايا التعذيب. يعني هذا المؤتمر في اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب وجاء بعنوان نحو مستقبل أفضل لمناصرة ضحايا التعذيب. إن الاتحاد الأوروبي لديه التزام كبير تجاه مكافحة التعذيب والمساعدة في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهذا أحد المشاريع التي تقع في دائرة التزامنا. وإحنا في فلسطين من أكثر الشعوب اللي بتتعرض للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي إحنا أولى الناس نقوم على الاحتفال بهذه المناسبة المهمة، خاصة إنه الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب العالم تعرضاً للتعذيب. نحن نأمل من خلال دعم هذا المشروع تكثيف وتحسين الجهود المبذولة من أجل مكافحة التعذيب في شتى الطرق، وخاصة مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب لمساعدة هؤلاء الضحايا في التأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع. الاتحاد الأوروبي في الواقع قام بدور كبير على خدمة هذه الفئة من الناس، لأنه التأهيل وترميم الضرر للناس اللي هم بيتعرضوا للتعذيب لانتهاكات حقوق الإنسان في حسب القانون الدولي الإنساني، هم بحاجة إلى تأهيل لإعادة دمجهم في المجتمع. إن اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 من حزيران مهم للغاية، ومن الجيد أن تلتقي الجهود في هذا اليوم ونخوض نقاشات عدة متعلقة بالموضوع. هذا جزء من الدعم العام للاتحاد الأوروبي.